نرحب لكريم في الدار البيضاء. مساء الخير يا كريم. مساء الخير عليك زميلي العزيز احمد سمير، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. نطمن كل جمهورنا من خلالك ان شاء الله باذن الله كل التوفيق لفريق النادي الاهلي. كل استعدادات الحقيقه كانت على قدم وساق وبكل جديه من اول يوم. الفرقه قافله على نفسها بشكل كبير، عندنا هدف محدد هو ان شاء الله الحصول على بطاقه التاهل. مهما كانت كل الظروف، النادي الاهلي قابل صعوبات كثيره جدا، قابل كثافه جماهيريه، قابل ارضيات ملعب، قابل يمكن طقس متقلب بشكل كبير. عشان كده بقول لك الرغبه اللي شايفينها في عيون اللاعبين والتركيز اللي بنشوفه في التدريبات الحقيقه، وتحديدا تدريب الامس اللي كان فيه حماس كبير جدا وجديه. الكل عنده هدف والكل عارف ان في ملايين من جماهير النادي الاهلي منتظره النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله في المباراه النهائيه، ومنتظر النادي الاهلي ان شاء الله يكون حامل ليه لقب البطوله الافريقيه كعادته طبعا 10 بطولات. بنطمع ان شاء الله باذن الله تستمر النادي الاهلي باذن الله في الحصول على البطوله الافريقيه، الحلم الكبير جدا لكل جمهور النادي الاهلي. اجواء طيبه جدا زميلي احمد، استعدادات من مستر كولر، من محاضرات فنيه، من تجمعات مع لاعبي النادي الاهلي. الراجل مدي مهام مهمه جدا ومحدده ان شاء الله هنشوفها في هذه المباراه. قراءته الحقيقه ممتازه، بنشوف الحقيقه يمكن في كواليس ما بنقدرش نتكلم عليها، لكن بنطمن كل جمهور النادي الاهلي الراجل شغال بكل قوة. الجهاز الفني مميز جدا، ياسين المكاري بيدي اداء اكثر من رائع في تحليل كل المباريات. هارالد ايضا كمان المدرب فريق النادي الاهلي كابتن سامي، الكل بيجتهد، الكل معاه فايل، الكل بيجتهد في كل طبعا التوجهات اللي بيقلها مستر كولر. فيا رب ان شاء الله باذن الله تكلل بالنجاح، وايضا كمان فريق النادي الاهلي النهارده يدخل في المباراه بالشكل المطلوب، يكون سريع، يكون مقفل. احنا عندنا سيناريوهات كتيره جدا يا احمد وانت عارف كده، لكن احنا عندنا هدف محدد ان شاء الله، احرز هدف، حط جون، ده الامر اللي احنا بنتمناه. بعد كده كل الامور ان شاء الله هتتسهلنا بمشيئه الله. في اللحظات اللي انا بكلمك فيها زميلي احمد، يعني لاعبي النادي الاهلي من وجبه الغداء للمحاضره مباشره ان شاء الله باذن الله، التعليمات الاخيره، الروتوش الاخيره، بعثه النادي الاهلي بالكامل بمشيئه الله هتتوجه من هنا من فندق الاقامه طبعا الى مركب محمد الخامس اللي هيستقبل مباراه اليوم في تمام الساعه 6 بتوقيت الدار البيضاء، 8 بتوقيت القاهره. الامور طيبه الحمد لله، التركيز موجود، لكن ينقصنا ان شاء الله باذن الله توفيق ربنا سبحانه وتعالى بمشيئه الله. يمكن انتوا خلاص يعني احنا خدنا على المغرب والمغرب خدت علينا. انا كنت كريم بقول في اول حلقه انه اكتر دوله لعب فيها الاهلي مباريات خارج ملعبه او خارج ارضه هي المغرب، سواء في مواجهه الوداد او في مواجهه الرجاء في بطولات افريقيا، او حتى في مواجهه كايزر تشيفز في نهائي دوري الابطال، او طبعا ماتشات كاس العالم للانديه. فبالتالي الاهلي بالنسبه للمغاربه كتاب مفتوح، والمغاربه والفرق المغربيه بالنسبه للاهلي برضه كتاب مفتوح. الاجواء عندك في المغرب، وسائل الاعلام في المغرب بتتكلم ازاي عن اللقاء، وبتتكلم ازاي عن فرص الاهلي بعد تفوقه ذهابا بنتيجه 2-0؟ يعني بالتاكيد طبعا يمكن قلنا التشجيع هنا منقسم شقين. طبعا كل جمهور الوداد بيشجع النادي الاهلي وبيحفز النادي الاهلي بعيدا طبعا عن هذه المباراه. على الجانب الاخر ايضا كمان نادي الرجاء، يمكن زي ما انت ذكرت زميلي احمد، عندهم مكافئات، في تحفيز كبير، في كثافه جماهيريه كبيره جدا، الصحافه كمان هنا، لكن هم في حرص شويه طبعا بالنسبه للصحافه المغربيه للحديث عن الرجاء تحديدا، يمكن مخبيين بعض الاخبار شويه بالنسبه طبعا لتنقلاتهم، التشكيل، مين مصاب، الامور دي، المشاكل طبعا يمكن اللي ظهرت. كل وسائل الاعلام المغربيه يمكن اتكلمت على طبعا بعض المشاكل المتواجده في نادي الرجاء، لكن انا هشوفها ويمكن لعيبه النادي الاهلي بتشوفها ان هي تصريحات يعني مش هتاثر على لعيبه النادي الاهلي، لان لعيبه النادي الاهلي قافله على نفسها بشكل كبير، وده الوعي يا احمد انت عارف طبعا الوعي الكبير جدا والخبرات المتواجده، ما حدش بيلتفت لهذا الامر. لكن هنا في اهتمام كبير جدا بالنادي الاهلي بقيمته الكبيره بشكل عام طبعا، لكن يعني هي طبعا المنطقه المتواجدين فيها فندق الاقامه اللي بنقابله طبعا من جماهير نادي الرجاء، ايضا كمان الحقيقه يمكن بعض الجماهير النادي الاهلي متواجده بتحاول ان هي تكون متواجده عند فندق الاقامه، الكل بيحاول ان هو يسعى ليه شراء التذاكر ليكون متواجد مهما كانت قله عدد جمهور النادي الاهلي، لكن لما بيهتفوا للعيبه وبينادوا عليهم وبترفعوا اسم النادي الاهلي وتيشيرت النادي الاهلي وعلم النادي الاهلي بتكون ليها دفعه كبيره جدا عند اللاعبين. النهارده الكثافه الجماهيريه معروفه، النادي الاهلي حضر اكثر من مباراه في الكثافه الجماهيريه وتحديدا لجمهور نادي الرجاء، لكن جمهورنا اعظم، جمهور النادي الاهلي ادى رساله اكثر من رائعه في المباراه الاولى. عشان كده لعيبه النادي الاهلي في ذهنها على طول ان عايزين نفرح جمهورنا. النهارده مباراه مهمه جدا، خطوه وحيده تفصلنا ان شاء الله عن نصف النهائي، ورب ان شاء الله تكون من نصيب النادي الاهلي، ونقدر ان شاء الله بالجديه المعروفه عن اللاعبين، بالحماس، بالقوه، بالروح، بالشخصيه، نتخطى هذه المباراه الصعبه والمنتظره لكل جمهور النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. الساعات المتبقيه قبل المواجهه كريم هيكون ايه يعني اجندتها، وامتى منتظر انه الفريق يتحرك لملعب محمد الخامس؟
يعني هكلمك بتوقيتات الإدارة البيضاء، يعني أقدر أقول لك 5:30 تكون محاضرة فريق النادي الأهلي الأخيرة، ومنها مباشرة إلى مركب محمد الخامس، يعني يمكن في وقت محدد للسادسة طبعا. هنا الملعب ما بيقعدش إلى 25 دقيقة. يا رب إن شاء الله كل بس الأمور في الطريق تكون ميسرة، لأن إحنا بيهمنا طبعا تحركنا من فندق الإقامة للتأمين، لأن بيكون طبعا في بعض الكثافة الجماهيرية في الطرق. لكن إن شاء الله بإذن الله زي ما يمكن الأمن طبعا هنا وأشقائنا المغاربة من أول يوم الحقيقة قايمين بدور رائع ومميز جدا. بنأمل إن شاء الله في الساعة القادمة والساعتين القادمين إن شاء الله بإذن الله يكون نفس الأداء ونفس الأسلوب ونفس التأمين. يا رب إن شاء الله ينقصنا توفيق لاعبي النادي الأهلي، نقدر زميلي أحمد بمشيئة الله بالجهد الكبير المبذول وتوفيق ربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز كريم أحمد من الدار البيضاء مغرب الشقيق. دي أجواء الساعات الأخيرة، يمكن خلاص بتفصلنا دقائق عن المحاضرة الفنية من مستر كولر، وبعد كده تتحرك إن شاء الله فرقتنا لملعب محمد الخامس.